مش ناوي خير. مش عاوز تخدم دمك يا سمير. خدوه على السجن. لازم تلحق العطارين بأي طريقة يا كرم. هاتوهم. ادخل بسرعة. جاء الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكم على الطريق. سيبها وهسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك، نزل سلاحك بدل ما تموت انتوا الاثنين مع بعض. يلا يلا مفيش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكنا يا مروان. لو انت راضي الفكر انك راضي لمروان، لو راضي لمروان بلاش هيه، خليك راضي لمروان بلاش هيه. لما تفوق نبقى نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. انت يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم. يعني شوف ربنا مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتربش. وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك. بس على شرط. أنا عايز سارة بإيديها الحلوة دي تضرب فارس على وشه قلم النمائي طرقة. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يموت. خلاص 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 خلاص. عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة. ساعدي نفسك وساعدي فارس.
ما تموتنيش انت. يا لا يا ساره ما تموتنيش انت. انا اقتلت مروان. لا يا ساره ما تموتنيش انت يا ساره. لا 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 برافو برافو صح. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. هي حكاية رضوان ده ولا حاجة؟ واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. هو أبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط. اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين ولا قبلي؟ هو تصور انه زين وراء قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام. ايه رضوان في المكس؟ حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر. خير يا دكتور؟ احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما اخبيش عليكم في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره، الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حاضر ان شاء الله. وانا بأمن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم، وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين. في واحد في المكس اسمه الرئيس رفاعي، أي حاجة هتحتاجوها هناك هو هيقضيها لكم. لسه برضه زي ما أنت يا كرم. الله يرحمك يا زين. كان دايماً يقول لي كرم ده برغم سنه الصغير إنما له في كل خرابة عفريت. الخرابات دلوقتي كلها بتاعتي، من العفاريت اللي فيها كمان. الله يرحمه زين بيه مهما عملت مش هوفي اللي عمله معايا ابدا. ازاي بقى؟ ده كفايه انك جيت ولحقت العيله. من غيرك كان زمانهم كلهم ماتوا. لكن قول لي بقى يا كرم، العفريت بتاعك بتاع الماكس ده معانا لحد فين؟ لبعد الاخر بشويه. ايوه يا مريم. عمار؟ ايوه يا سليم، عمار ورؤية. طب اسمعي، ما تخليهمش يروحوا في اي حته، امسكي فيهم وخليهم قاعدين لغايه ما ارجع. لا يمشوا فين؟ دول في عينيا وقلبي. اصيله يا مريم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وترجع لي بالف سلامه. انا مش عارف اقول لك يا كرم. ما تقولش حاجه يا سليم بيه، لولا اني مسافر بره مصر كنت جيت معاكم المكس. حتى اسكندريه وحشتني.
كأنك معانا بالظبط، وكفاية اللي عملته لحد كده. عموما لو احتجتني انت عارف هتجيبني ازاي. تروح وترجع بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الرئيس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة. سليم بيه. سليم بيه؟ انت مين؟ انا الرئيس رفاعي. قولوا لي صالح على سير المجاهر بسرعه. انا مش فاهم فيه ايه؟ نزعت ايه؟ ما تقلقش يا دكتور، خليك معاهم انت بس وانا هتصرف. هات لي سلاح. خلي ده معاك. بس انا ما بعرفش استعمله. هتعرف تستعمله. هتبعته؟ لا خليك هنا، خليك اطمن عليهم هنا. يلا رجع للطين يا سارة، رجع لبلدي وأرضي اللي تربيت فيهم. هرجع يمكن ألاقي فارس بتاع زمان. أنا مش عايزة غير فارس اللي أنا حبيته وعرفته. فارس أنت بالنسبة لي أحن وأجدع راجل في الدنيا. أنا أصلا ما حسيتش بالأمان غير وأنا مراتك. أمان؟ أمان إيه اللي كنت حاسة بيه؟ كنت حاسة بالأمان وأنا متكتف ومرمي جارك؟ ولا كنت حاسة بالأمان وانت بترفع يدك علي؟ انسى يا فارس، انا اصلا عملت ده غصب عني، والله العظيم كان غصب عني. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبه يقتلك؟ انسى يا فارس، انسى عشان نعرف نعيش. ما تجيش ينفع يا سارة، انت ما تستاهلينيش. تستاهلي راجل يعرف يحميكي. بس ده الرجال بس اداك عاد توجعيش قلبي. سيبيني امشي، انا مش هرجع يا سارة غير لما احس اني قادر اخد حقي والحال. فاكر زمان كنت بتقولي ايه؟ كنت بتقولي ما تسيبنيش. دلوقتي بتعمل كل حاجه عشان تسيبني؟ يا سارة انا مرضيتش اطلقك عشان ده طلبك. انا طلب انك تسيبيني براحتي، سيبيني على كيفي. عايز ابعد عن كل حاجه. ولا انت عايزاني اطلقك دلوقتي؟ انت لو مشيت انا كده خلاص حياتي ضاعت. انت مش حاسه بحياتي يا سارة؟ مش حاسه بالنار اللي بتاكل في جتتي؟ لو غالي عندك سيبيني امشي، سيبيني. وانت اصبري، اصبري واستحملي.
وربنا فرجه كريم. طب اجي معاك. الموضوع خلص يا ساره. أبو علي، أنا طلبت السماح من يحيى بس هو ما ردش عليا، بس أنا عارف إنه هيسامحني، صح؟ هو أكيد هيسامحني، هيسامحني لما يعرف إن أنا كنت نازل وعارف إن أنت في خطر. شفت رافع عليك المسدس، معرفتش أعمل إيه بصراحة. أنا آسف، آسف يا حسن، وآسف يا يحيى، بس والله ما كانش قصدي. تعرضوا للقتل. حضرتك كان حق في الموضوع ده بعدين، انا جاي عشان موضوع تاني خالص. انا معايا امر ضبط واحضار استاذ الهام الذهبي. ليه؟ الاستاذ المتهم بشروع في قتل صالح العطار. انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا زمان. صالح انا اسف. اسف على ايه؟ على اني خليتيني احبك. وقفت ليه؟ من النهارده العيله دي مش هتكون جزء من تجاره السلاح في البلد دي. قولولي يا ابني عايزين ايه؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. شد هنا. مين يا دكتور؟ صالح، عشان في حاجات كتير ماتت. هتزعل واللي بيموت ما بيرجعش. ياسمين اطلبي لي حازم، موبايلي فصل شحن. طيب حاضر يا مامي، هطلبه لك حالا. ايوه يا حبيبي، طمني عليك انت واخواتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يحيى وحسن عدوا مرحله الخطر. الحمد لله. وصالح؟ الحمد لله، هو كمان عدى مرحله الخطر. طيب يا حبيبي، احسنك طمنتني. شكرا بالسلامة، خلي بالك من نفسك. ان شاء الله يا امي، الله يسلمك. باي يا حبيبي. سليم بيه، بص
الو، قل لرجالتك ما يتهوروش واضربوا نار، ده لو عاوزين تشوفوا بنتكم تاني. كنتش فاكر انكم هتهجوا ورايا بالسرعه دي. بس وماله، رضوان بيعرف يوجب مع ضيوفه في اي وقت. نورته. انت عايز ايه يا رضوان؟ انت عارف كويس انا عايز ايه يا سليم عطار. عارف كمان ان رضوان ما بينساش. فاكر المكان ده ولا نسيته يا سليم؟ كلام اللي انت بتقوله ده يا رضوان كلام قديم، مات واتدفن من زمان. بعدين في حاجة كمان انت مش فاهمها يا اخي، حتى وانت دراعك ملو في يدي اتكابر والعظمة واخداك. انتوا فاكرين نفسكم ايه يا عطارين؟ وانت برضو مش عيب عليك تخطف حرمة وتتحمى فيها. انا ما كنت جاي عشان اخطف حريم، انا كنت جاي اخلص عليهم كلهم. قصاد رقبتك انت وانا جيت لك اهو، يبقى تاهت والإناهة. سيب بقى البنت اللي معاك وتعامل معايا راجل لراجل. لو عايزها يبقى تجيني لحالك، تركب زوديك من عندك وتجيني فيه بطولك، وقول لرجالتك اللي مصوبين سلاحهم عليا دول لو حد فيهم فكر بس يدوس على الزناد بنتكم هتموت قبلي. ماشي يا رضوان، ماشي. وانا جاي لك لوحدي. يلا يا عمار، يلا يا رؤية، قوموا كلوا لكم لقمة، انتوا جايين من سفر طويل. هو سليم بيه جاي ولا ناوي يتأخر؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عمار؟ سليم بيه اسمه بابا، ابويا، او شوف انت متعود تقولها ازاي؟ بقولها سليم بيه. بطل غلبة يا عمار، خد بنت عمك وتفضل خش بيت باباك. باباك راح يجيب سلمى بنت عمك وان شاء الله جاي. جيب سلمى؟ يجيبها منين؟ بنت عمك مخطوفة يا عمار. هو فيه يا رب؟ زي ما يكون العيلة دي مش مكتوبة لها الروح أبدا. احنا هنتفضل ناكل جوه وبعدين نحكي في كل حاجة انتوا عايزينها. أيوة يا جيهان، في أي أخبار جديدة يا سليم؟ قربنا يا جيهان، قربنا. أنا مش عايزك تقلقي. أنا مش قادرة أصدق إن حتى بناتنا وقعوا في الشر اللي عشنا فيه طول عمرنا. ما تقلقيش بقى، بنتك هتبات على سريرها النهاردة، مش ولاد زين اللي يحصل معاهم كده وأنا عايش. أنا كنت بكلمك عشان أوصيك يا سليم، لقيتك لسه عايش على وصية زين. وحموت عليها كمان يا جيهان. لا أرجوك ما تموتش، لا أنت ولا أي حد تاني. مش عايزة حد يموت، خلاص ارجعوا لي كلكم بالسلامة. بالسلامة. سلمى! سليم! سلمى قومي! قنبلة فين؟ فين؟ ايه يا سلمى؟ سلمى بسرعه يا سليم، يلا على الميه اجري. ابوس يدك يا امه، ابوس يدك، ابوس يدك بزيادك يا عاد، حرمتيني من كل الخلق، مستكتر عليا ولدي كمان. ولدك؟ ولدك ده لو سبتهولك هيطلع خيبان زيكي، لكن انا عايزاه يطلع اسد، ظهره مصلوب، عوده ناشف، عياره واعر، يهز النجع ده كله. لا، واللي هناك كمان. وبطلي بقى، انا الحاجات دي ما بحبهاش وما باكلش منها يا عيشه، وريحي روحك يما. ولدك مش خارج برايا يا عيشه. الاسد ما
ما تربهوش غزالة. ما أبقاش غزالة لو ده يبعدني عن ولدي. هبقى خدامة ليكي ولي بس ما تبعدينيش عني يا أما. يبقى تبعدي عن الزفت اللي اسمه الدكتور باسم ده. حاضر موافقة. لو عايزة أنا أترابن كمان أترابن. هعمل أي حاجة بس ولدي يبقى في قطني. ماشي يا عايشة. عقبال بقى ما توكد إنك هتربيه صح. ابنك مش هيبعد عن عيني هبابة. وإن حاولتي ولا فكرت تهوي بناحيته انت عارفه يا عايشه انا اعمل فيك ايه. هتشوفي انا هعمل ايه عشان ارجع ولدي لحضني. هتشوفي يا ما هتشوفي. زي سليم على اللي بتعمله معانا. انا وعدتك يا جيان. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. انا خدتك ليه يا عم سليم؟ مش عارفه من غيرك كان ممكن يجرب لي. ولا حاجه يا حبيبتي. الحمد لله انك رجعتي بيتك وهتنامي الليله دي على سريرك ووسط اهلك. هسيبك بقى مع مامي علشان اروح اريح شويه. باي باي. مع السلامه. عن اذنك يا جيان. مع السلامه.